الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد تحدث القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم ووصفه كما جاء في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ردوه إلى الرسول في حياته، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قضيت ويسلموا تسليما. وردوه إلى صحيح سنته مع فهمها الصحيح، وإلى أولي العلم وأولي الرأي وأولي الأمر منكم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ويقول سبحانه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله أن يرزقنا هذه الصحبة الطيبة المباركة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك وطاعة رسولك. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. غير أن طاعة الله وطاعة الرسول لا تكون بالكلام، وإنما تكون بالعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. كل أمتي، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ من الذي أبى أن يدخل الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فحب الله، حب الله وحب رسول الله ليس بالكلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويؤكد: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ويقول سبحانه: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ورأى الإمام مالك رحمه الله
رجلا يرفع صوته في مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا هذا اتق الله، فإن الله قد ذم أقواما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وامتدح أقواما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وإن حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا كحرمته ميتا. ويقال إن الإمام مالك رحمه الله كان إذا اقترب من مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلع عليه تأدبا مع سيدنا رسول الله، وقال: إن حرمة صاحب هذا القبر ميتا كحرمته حيا، وإني أريد أن تطأ قدمي موطئا وطئته قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى أخذه شعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي، فقال: نزلنا عن الأكواي نمشي كرامة لمن بان عنه أن نلم به ركبا. وكانت وفود التابعين وأتباع التابعين إذا قدموا على مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشرفوا على مدينته نزلوا عن دوابهم وقالوا: نستحي أن ندخل مدينة رسول الله. بعض التابعين وأتباع التابعين الزهاد كانوا ينزلون عن دوابهم ورواحلهم ويقول الواحد منهم: نستحي أن ندخل مدينة رسول الله راكبين وننزل من على دوابنا إكراما لصاحب هذا القبر، شفيعنا يوم القيامة، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر. فالسنة هي المصدر الثاني للتشريع، شارحة ومبينة ومكملة ومتممة، لا ينكرها ولا ينكر فضلها إلا جاحد. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا يوشكن رجل متكئ على أيكته شبعان، يقول: هذا كتاب الله، عليكم بكتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا من أهل السنة وأهل الاتباع، وأهل اتباع سنة خير الأنام وفهم سنته صلى الله عليه وسلم، ونعوذ به من البدع والفتن ما ظهر منها وما بطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.